معنا لمزيد إذا من تطورات في العاصمة اللبنانية بيروت هاتفيا من هناك رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية سيد مصطفى العويك. مرحبا بك سيد مصطفى. إذا 6 قتلى حتى الآن و60 جريحا في الأقل بإطلاق نار قرب القصر العدلي في العاصمة اللبنانية بيروت على أثر تحرك لميليشيا حزب الله وحركة أمل، هل لديكم مستجدات جديدة عن هذا الحادث وتداعياته؟ نعم يا سيدي، اولا يعطيكم العافيه. حياكم. يعني كما تفضلتم في المقدمه، لان نتيجه حتى الان 6 قتلى واكثر من 60 جريحا، والان كان ذلك ان الامور تتطور سلبا، انتقلت من منطقه قصر العدل والصهيوني الى منطقه الشياح، واصبح هناك نوع من كر وفر بين المجموعات المسلحه. هذا صراحه يعني يعيدنا الى ذاكره الحرب الاهليه التي دفع لبنان ثمنها كثيرا، ودفع اللبنانيين ايضا ثمنها كثيرا على مدى اكثر من 15 سنه. فهذا المشهد يعني هو ميني حرب اهليه لبنانيه للاسف بين ميليشيا حزب الله المزعومه من ايران، وبين يعني فريق مسيحي اساسي في البلاد. في السياسه بطبيعه الحال يعني المظاهر او التظاهر او الوقفه التضامنيه للمطالبه باقاله المحقق العدلي التي قام بها حزب الله وحركه امل، في قراءه سياسيه لها بانها تاتي ضمن يعني ضمن بروباغندا دعمها حزب الله للاطاحه بالمحقق العدلي الذي يبدو انه بدا يجري حزب الله، على اعتبار انه من خلال التحقيقات بدا يتوصل الى خيوط ربما تدين هذا السبب. ما الذي يقلقهم في ذلك؟ يعني لماذا يصرون على اقاله هذا القاضي؟ عفوا لم اسمع. ما الذي يقلق ميليشيا حزب الله من ذلك بازاحه هذا القاضي في هذه للتحقيق في هذه القضيه؟ نعم يعني لذلك كنا نقول يا سيدي الكريم انه في المنطق السياسي، في المنطق السياسي اذا كان هذا المحقق يقوم بادائه القضائي البحث وتوصل الى خيوط ربما تدين حزب الله، فمن الطبيعي ان ينهض ان يستنهض حزب الله وان يستنفر وان يبدا بعمليه مضاده عكسيه للاطاحه بالقاضي بطار، على اعتبار انه دخل او بقى في المحرمات. حزب الله يعتبر نفسه فوق القانون، يعتبر نفسه فوق الدستور، ويعتبر نفسه ايضا فوق المساءله وفوق المحاسبه، على اعتبار انه الطرف الاقوى في لبنان، فكيف لقادم ان يتجرأ وان يصل في موضوع التحقيقات في مسار التحقيق الى خيوط قد تبيء هذا الحزب او بعض الحلفاء القريبين منه. ولكن الاساس يبدو انها أن المسألة ليست مسألة قضائية بحتة ولا موضوع تحقيقات بحت، وإنما هو في السياسة أكثر منه في القضاء، وهذا ما تبلور اليوم من خلال تصاريح سواء مستشار رئيس الجمهورية الأول كريم جريصافي ورد حزب الله عليه بقول الأول بأنها وصلت معنا من حزب الله حتى المنخار، ورد الحزب بذات الاتجاه. يبدو أن جبران بشير صهر العهد وصهر رئيس الجمهورية يحاول ان يبتز حزب الله من خلال ملف التحقيق في انفجار ملف بيروت، ياخذ معه تسويه سياسيه جديده تضمن له حياته السياسيه المقبله، وربما تضمن ان في العام القادم رئيسا للجمهوريه. وهذا بطبيعه الحال ما يدفع حركه امل حليف حزب الله الى الطاعات مع هذا الامر من باب الرفض بالمطلق، على اعتبار ان لا كيمياء لا سياسية ولا غير سياسية بين حركة أمل التي هي من جهة طريق حزب الله الأساسي ضمن الثنائي الشيعي في لبنان، والتي هي سيد مصطفى لرئيس. يعني اخيرا باختصار لو تكرمتم، الجيش اللبناني الان اعلن ايضا ارسال تعزيزات عسكريه الى منطقتي طيونه وقصر العدل بعد اطلاق النار الذي وقع، هل سيطر الجيش اللبناني على الاوضاع هناك ام ان مواجهات محتمله يمكن ان تقع في مناطق اخرى في ظل هذا الانفلات، يعني انفلات السلاح واستعراض الميليشيات لقوتها؟ طالما ان مشهد استعراض السلاح بدأ بهذا الشكل وبهذه الطريقه،
أنا أعرف أن الأمور ذاهبة نحو المزيد من التصعيد تمهيدا لإجراءات تسرية معينة في لبنان. الجيش للأسف يعني يقف في محل ما مقصود الخاطر كما يقال في لبنان، لأنه لا يمكنه أن يتجاوز أيضا الخطوط الحمر التي ترسم له من قبل الميليشيا المسلحة، وبالتالي هو يعني في موقف حرج صراحة، لا يمكنه أن يتقدم ولا يمكنه أيضا أن يقف موقف المتفرج، لأن الكل من طلاب الدولة يطالبونه بأن يتحرك وبأن ينهي هذه الظواهر الشاذة المسلحة، سواء كانت من حزب الله أو من الطرف الذي يقابله في الشارع. نعم، إذا رئيس تحرير صحيفة لبنان العربي الإلكترونية مصطفى العويك حدثنا هاتفيا من بيروت، شكرا جزيلا لك.